بعد فشل ابل فيوجن الجديده، تعال اقول لك ليه سلسله ايفون 16 فشلت هي كمان. طبعا كلنا عارفين نظاره ابل فيوجن اللي هي كانت نزلت وعملت ضجه رهيبه ساعتها، لكن كمبيعات ما كانش في اي مبيعات خالص، لان مستخدمين النظاره دي قالوا ان هي ما تفرقش كتير عن نظاره بيتا، وكمان ما ادوش اي تبرير لسعرها الغالي، يعني سعرها كان بيوصل ل 3000 دولار، واول ما نزلت تقريبا كانت بتخش في ال 4000 دولار. وطبعا بقى نيجي ليه سلسله ايفون 16 فشلت الفشل الذريع ده، لدرجه ان اسهم ابل بعد اول اسبوعين من الاعلان عنه هبطت بشكل غريب. وده ببساطه لان سلسله ايفون 16 الجديده ما بتخدمش المستخدم العادي، يعني سلسله الايفون 16 فيها حاجات جديده زي زرار الكاميرا، زي الميكروفون الاستوديو، زي طبعا الكاميرات اللي الاعدادات فيها اتغيرت، ده كله ما بيخدمش المستخدم العادي، ده بيخدم الكونتنت كرييتور بس. فناس كتير بررت ان ده اعلى من الاستهلاك اللي انا عايزه، او ده اعلى من المتطلبات اللي انا عايزها. لكن للجانب الاخر ككونتنت كرييتور، انا بصور بايفون 14 برو ماكس، وبصراحه انا شايف ان هو كجوده تصوير فيديوهات وكواليتي او نتيجه بتطلع لك بعد ما منتج الفيديو ولا قدها كاميرا احترافيه بتعرف تعملها وبس. هو ده الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وفولو وسلام. صحيح، انا لابس جلابيه علشان بعد شويه صلاه الفجر، فبصور لكم الفيديو ده بالليل.